أصدقائي ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الرائع والمميز عالم زينب و نفنوف. لاباس عليكم نفنوف نادر منال؟ لاباس. وحتى أنا لاباس ونشط ونسعد الحلقة ديال اليوم. بنتو ليا ناشطين اليوم وأكيد حتى نتوما أصدقائي مستعدين للحلقة ديالنا اللي غادي تكون مليئة بالمفاجآت والمغامرات. نفنوف عرفتي شنو هو الموضوع ديالنا؟ أنا عارف. أتسنى نشوفوا منال واش عارفة. عرفتي منال الموضوع؟ لا. وانت نادر؟ لا. منال مي كتفيقي في الصباح كتبغي تفطري، باش كتفطري؟ كنضرب الحليب بالشكلاط. الحليب والشكلاط. ومي كديري منال الكاكاو في الحليب شنو كيوقع؟ كيدوب. برافو عليك منال. وهذا أصدقائي هو موضوع الحلقة، الذوبان والخليط. ويلا مشو عند بروفيسور اللي غادي يشرح لنا أكثر على الذوبان والخليط. بروفيسور اليوم غادي نشرح لكم اشنا هو الخليط وشنا هو الذوبان. الذوبان هو عملية إحاطة جسيمات المذاب بجسيمات المذيب. بروفيسور شنا هو المذاب وشنا هو المذيب؟ ها، المذاب هي المواد اللي كتذوب في مادة أخرى وكتختفي، أما المذيب فهو المادة اللي كنستخدموها باش نذوبوا المذاب، بحال الماء مثلا كنعتبروه مذيب. وهذا القرص الفوار هو المذاب حيث كيذوب وسط الماء. لاحظوا معايا، كاينين بزاف ديال المواد الصلبه القابله للذوبان في الماء بحال السكر او لا الملح. ملي كنذوبوا السكر في الماء كيتكون لنا خليط متجانس وكيتسمى هذا الخليط محلول مائي. كاينين مواد غير قابله للذوبان في الماء بحال الرمله مثلا، اللي واخا كنحركوها في الماء كيتشكل لنا خليط غير متجانس. ولكن المواد الصلبه ماشي كلها قابله للذوبان بشكل نهائي في المذيبات. مثلا الا درت كميه من الملح في الماء غادي تذوب وغادي نحصل على خليط متجانس. لاحظوا معايا، دابا خويت الماء غادي ناخذ شويه ديال الملحه وغادي نديرها في الماء وغادي نشوفوا شنو غادي يطرى. ودابا على شنو حصلنا؟ حصلنا على خليط متجانس. برافو. اما الى درت كميه كبيره ديال الملح غادي يذوب جزئيا وغيبقى صلب في الجزء السفلي وغادي يكون الخليط غير متجانس. اجيو تشوفوا معايا، ودابا اشنو كيبان لكم؟ حصلنا على خليط غير متجانس. جواب صحيح. دابا الى خدينا كاس ديال الماء وزدنا عليه الملون اشنو كيبان لكم؟ بروفيسور الملون والماء غادي تخلطوا لينا مزيان، اذا هو خليط متجانس. دابا لاحظوا معايا في التجربه، الى درنا الماء وزدنا عليه الزيت وشنو كتلاحظوا معايا دابا؟ الماء والزيت ما كيتخلطوش. إذن هو خليط غير متجانس. واش عرفتوا علاش؟ حيت الكتلة ديال الماء كبر من الكتلة ديال الزيت. بسلام عليكم، سالات الحلقة ديال اليوم ونتلاقاو في الحلقة القادمة. أنا بلي غندير شي خليط ما كاينش، إلا زدت الزيت فوق الماء فوق الحليب اش غادي يعطينا؟ واو، الحليب هبط عند الماء والزيت بقى الفوق.
شكرا بزاف بروفيسور، اليوم تعرفنا معاك على الذوبان والخليط، واكيد حتى نتوما اصدقائي استفدتوا. بروفيسور نتلاقاو معاك الحلقه الجايه مع معلومات جديده. ومنال دابا تكوني عاد فهمتي كيفاش كيذوب الكاكاو في الحليب. اه زينب، انا عاد فهمت ان الحليب هو المذيب والكاكاو هو المذاب. برافو عليك منال. وانت نادير شنو استفدتي اليوم؟ انا استفدت زينب ان كاينين جوج الانواع ديال الخليط، خليط متجانس وخليط غير متجانس. برافو عليك نادير. وانت انا فنوف، انا استفدت زينب في الخليط المتجانس الا كثرتي من الجسم المذاب يمكن يولي عندك خليط غير متجانس. برافو عليك انا فنوف، بحال التجربه اللي دار البروفيسور مع الملحه. اصدقائي في كل حلقه كنستفدوا بزاف وكنتعلموا معلومات جديده. ودابا وصلنا الفقره المواليه اللي هي ورشه الفا. اصدقائي اجيو نشوفوا صديقتنا الفا اش من ورشه جايبه لنا اليوم. الفا سلام اصدقائي، لاباس عليكم؟ لاباس. الفا بان لي الحليب والكاكاو، باينة جايبة لينا شي وصفة شهية وبنينة. عندك الحق أنا فنوف، الوصفة ديال اليوم لذيذة بزاف، غادي نصوبو مشروب شوكولا. واش واجدين؟ واجدين. مشروب الشوكولا اللذيذ غنحتاجو لي باي، حليب، حليب مركز، الكأس اللي غادي نخلطو فيه المشروب، ملعقة كبيرة، وجوج أنواع ديال الكاكاو. كناخذو النوع الاول ديال الكاكاو وكنخويوه وسط الكاس ديالنا. غادي نزيدو عليه النوع الثاني ديال الكاكاو وكنخلطوهم مزيان مع بعضياتهم. كنضيفو كميه قليله من الحليب باش نخلطو الكاكاو اللي عندنا. من وراها كنضيفو الحليب المركز باش نحليو المشروب ديالنا. اصدقائي كتقدروا تضيفوا الكميه اللي بغيتوا على حسب الذوق ديالكم. وكنخلطوا مزيان حتى كيولي عندنا خليط متجانس. والمرحله الاخيره اصدقائي كنضيفو ما تبقى من الحليب على حسب الذوق ديالنا وكنخلطو مزيان باش كنحصلو على مشروب شوكولا. بالصحة والراحة. ايوا قبل ما نبداو الوصفة ديالنا اجيو تلعبو معايا اللعبة ديالنا. اجيو اصدقائي لعبو معنا فنوف. ايوا نتوما عارفين القواعد اللعبة ديالنا، غادي نعطيكم ثلاثة ديال الأسئلة واللي غادي يورك الأول على الزر هو اللي يمكن ليه يجاوبني. يلا أنا فنوف. مستعدين؟ مستعدين. وكما كنعرفوا اللي غادي يعطيني الجواب خطأ غادي نعطيو الفرصة للجوج اللي غادي يبقاو الآخرين. السؤال الأول، أعطيوني جوج ديال أنواع الخلائط. نادير يلا أعطيني الجواب صديقي. خليط متجانس. أها، خليط غير متجانس. برافو نادير والجواب صحيح. برافو نادير. ودابا اصدقائي يلا نمشيو السؤال الثاني. تبعوا مزيان اصدقائي وركزوا معايا مزيان. الا كان عندي الماء والسكر، اين هو الجسم المذيب والجسم المذاب؟ 3 2 1. منال. المذيب هو الماء والمذاب هو السكر. صحيح. ودابا اصدقائي غادي نمشيو ثالث سؤال واخر سؤال. الا خلطنا الماء والزيت، هل هو خليط متجانس ام غير متجانس؟ 3 2 1. نادير مره واحده اخرى، انت هو اسرع واحد كل يوم. الجواب هو الخليط غير متجانس. برافو نادير. واصدقائي انا المره الجايه غيكون عندي حد اوفر، ياك انا فنوف. ها يا زينب ماشي مشكل، حنا كاملين كنستافدوا من هاد اللعبه. ويلا انا فنوف نبداو الوصفه ديالنا، وحتى نتوما اصدقائي تبعوا مزيان باش تقدروا تعاودوها في المنازل ديالكم. نادير واش ممكن تعطينا المقادير اللي غنحتاجو اليوم؟ غنحتاجو حليب وحليب مركز وجوج انواع ديال الكاكاو. برافو صديقي نادير. منال شنو هي المرحله الاولى؟
المرحله الاولى زينب غادي ناخذ النوع الاول ديال الكاكاو وغنديرو في الكاس بهذه الطريقه. اصدقائي تبعوا معنا مزيان. انا غندير معلقه كبيره ديال الكاكاو اصدقائي، واصدقائي ديروا الكاكاو على حسب الذوق ديالكم. ودابا غادي نعطيو النادير. وشنو هي المرحله الثانيه نادير؟ غادي نزيدو زينب النوع الثاني ديال الكاكاو. برافو عليك نادير. اصدقائي بحال هكا. انا اصدقائي هذا الكاس اللي كنوجد لنا في نوف، غادي نتهلا فيك في الشوكولات حيت انا عزيز عليا الشوكولا. ودابا اصدقائي غادي نعطيو النادير. زينب غادي تزيدو شويه ديال الحليب على الخليط اللي درتو. بهذه الطريقه اصدقائي باش يولي عندنا خليط، وتا هما غادي تخلطو مع بعضياتهم مزيان. نادر، منال، زينب، ودابا غادي ناخذ الحليب المركز وغادي نزيدو واحد الكميه منه للخليط ديالنا. ودابا نعطيو اصدقائي المنال. شكرا زينب. مشروب الشوكولا اللي اكيد غادي يعجبكم ياك نفنوف. صديقتنا الفا دائما كتجيب لنا وصفات زوينين وسهلين باش نديروهم في البيوت ديالنا. اها نفنوف، ودابا وصلنا للمرحله الاخيره انادير اللي هي غادي نخلط الخليط ديالنا وغادي نزيد عليه الحليب. كل واحد فيكم اصدقائي يمكن يزيد الكميه ديال الحليب اللي بغى. فوالا بحال شفتوا اصدقائي طريقه سهله جدا، خاصكم تعاودوها في المنازل ديالكم. ايوا كي جا هادشي جا واعر. وانت نادر جا لذيذ. برافو عليك نادر، وحتى انت يا منال. وهذا اصدقائي ديالنا فنوف. ميام 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 ميام، شايتوني في هذا مشروب الشوكولاته. نادر، منال، كي جاكم مشروب الشوكولا؟ بنين. اصدقائي نتلاقاو المرة الجاية مع وصفة جديدة. بسلامة عليكم. بسلامة. واو ألفا بقاي دائما كتجيب لينا فحال هاد الوصفات شهية جدا. الورشات أصدقائي ديال ألفا دائما متنوعة وجديدة. شكرا ألفا، نتلاقاو معاك الحلقة الجاية. نفنوف وصلت فقرة رياضة. ويلا ندير الحركة السحرية. يلا 3 2 1 سويتش. علي 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 صباح الخير. لاباس عليكم؟ لاباس. كلشي بخير؟ توحشوني انا واصدقاء ديالي. سلام اصدقائي، نديرو باي باي اصدقاء ديالنا. سلام اصدقائي، حتى هما توحشونا وتوحشونا بزاف، ما عارفين شنو غنديروا لهم اليوم. حتى نتوما باينه ما عارفين شنو غندير لكم اليوم. اليوم غندير لكم واحد حركات رياضيه وواحد سبور اللي زوين، وفيه واحد اللعبه باينه غتعجبكم، ولكن عطيوني بالكم مزيان. اول حاجه غنبداو بها هي التسخينات، صافي؟ يلا نجريو بلاصتنا نجريو بلاصتنا. حتى انتم اصدقائي زيد 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 برافو، ديروا طرونفيس 1 2 3 4 5 6 برافو 7 8 9 10 برافو. دابا هنايا يدينا الفوق، جينا شويه محلولين. يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لقدام. دابا واجدين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 برافو برافو، صفر راسكم مزيان. صافي سالينا نمشيو. لا مازال، يلا قلنا بسم الله. يلا بدينا، يلا بدينا واحد مور واحد، بدينا واحد مور واحد، غير 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 غير
مزيان تجمع اصدقائي وقفوا لنا واحد مور واحد. هاد اللعبه اللي غادي نديرو فيها روح الجماعه، يعني خصنا نلعبوا اون جروب كاملين. اتفقنا؟ اه. ليكيب ديالك ضد ليكيب ديالها، اتفقنا؟ واخا ندير واحد البوزيسيون ديالنا، انت غدير هكا يلا نفس البوزيسيون ديالك. انا بدي تيست، انت غدوز من هنا سي محمد، انت غدوز من هنا جيك دوزي فيه وغتوقفوا حداه، برافو. انت غدوزي من هنا، انت غدوز من هنا، برافو برافو. وغتوقف دابا انت غدوز هاتيني من التحت، انت غدوزي من التحت، مزيان فهمتوا اللعبة ياك؟ صافي ستوب يلا جيو عندي دابا دا تيست مزيان يلا واحد مور واحد برافو. كيجاتكم كبداية؟ عجباتكم؟ زوونة. اوكي شوف ردوا بالنا حيت عندنا بلون هنا ديال الديبار، عندنا بلون هنا ديال لاغيفي ديال الفينال. شوف شكون اللي غادي يوصلوا الاولاني للبلون، شوية ديال الزربة ردوا بالنا ننقصوا بعضياتنا صافي ونشوف شكون اللي غادي يربح ديك الساعة. شكون اللي بان لكم غيربح؟ لا 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 لا. يلا عطيني شي اولي اللي غوت مزيان ودار لومبيونس مزيان هو اللي غادي يربح. برافو عليكم يلا 3 2 1 طوب يلا يلا برافو 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 عليكم يلا يلا ردوا البال ردوا البال مع لي بلون ردوا البال علي علي برافو برافو. لا نكونوا قراب لبعضياتنا نكونوا قراب لبعضياتنا باش ندوزوا نكونوا قراب لبعضياتنا ما نبعدوش. برافو برافو لي بلون في تو الفرقة ديال نادير هي اللي ربحات هذه المرة الأولى. يلا زيدوا عند دابا الشوط الأول هو شكون اللي ربح؟ الفرقة ديال نادير نصفقوا عليه يلا برافو برافو نبداو يلا واجدين 3 2 1 توب. انتم أصدقائي المشاهدين شكون اللي بان لكم الفريق ديال منال ولا الفريق ديال نادير؟ سير 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 برافو 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 شنو نقول لكم؟ تعادل ياك؟ اه تعادل. يلا رجعوا البوزيسيون ديالنا رجعوا البوزيسيون ديالنا. دابا سالينا اللعبة الأولى دابا غندوزو اللعبة الثانية الحركة الثانية. نادير غدير بحال هكا فهمتي أمانة غديري بحال هكا ياك هذي البوزيسيون الأولى. شنو غدير أنت سي محمد؟ غتجي وغدير بحال هكا وغتجي قدام وغنبقاو غاديين بحال هكا تشوف شكون اللي غيوصل الأولاني للبلا. اتفقنا؟ هذا تيست. دابا غنبداو غنديرو فيها جوج ديال الأشواط جوج ما غنزيدوش وما معناش غنقزو ونبعدو ونوقفو لا كونوا قراب لبعضياتنا صافي اصدقائي تاع اصدقائي. انا تا مرة ردي البال غيشوفو شكون اللي غادي يديرها مزيان وشكون اللي ما غاديش مزيان وغيقولوها لي. يلا واجدين واجدين 3 2 1 توب. برافو برافو اجيو فرقة نادير اجيو عندي فرقة نادير الثاني سبقونا الفرقة ديال نادير كنت يلا دابا الشوط الثاني الفريق الاول اللي ربح هو فريق نادير دابا بقاتنا اخر مره صافي واجدين 3 2 1 توب. انا متيقن ان البنات اللي غادي يربحوا دابا البنات اللي غادي يربحوا برافو 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 برافو. اجيو عندي اجيو عندي اجيو عندي اجيو عندي اجيو عندي سقوا لي بزاف على الفرقه ديال مريم جاتكم هاد اللعبه هادي واعره اصدقائي المشاهدين تاهما عجباتهم وباغيين تاهما يلعبوها معنا غنخليكم تلعبوها معاهم بوحدكم صافي شنو غتقولوا لي انايا؟ باي باي السلام عليكم. مثلا صديقنا البروفيسور اليوم دو على الخليط المتجانس والخليط الغير المتجانس. انا شنوف ايوا ما عرفتيش كيفاش كنفرقوا بيناتهم؟ باللون؟ لا زينب ماشي غير باللون. ايوا باش انا فنوف خليط المتجانس زينب ما كنقدروش نفرقوا بين المكونات ديالو بالعين ديالنا والخليط الغير المتجانس كنقدروا نفرقوا بالمكونات ديالو بحالاش انا فنوف مثلا زينب ملي كنخلطوا الماء والزيت كيطفو الزيت فوق الماء لان الكتله الحجميه ديال الماء اكبر من الكتله الحجميه ديال الزيت انا فنوف وبهذا كنقدروا نفرقوا بالعين المجرده الزيت من الماء وشي مثال اخر الرمله والماء الرمله والماء اصدقائي ما كيتخلطوش اذا خليط غير متجانس ملي غادي نخلطوهم مع بعضياتهم غادي تبان لينا الرمله بوحدها والماء بوحدو
ونفنوف علاش في الاول الملحه تخلطات مع الماء ومن بعد ما بقاتش تخلطات مع الماء؟ وتابع ما يا زينب وحتى انتم اصدقائي، عندنا الخليط مخفف. هذا الخليط المخفف كيكون مثلا عندنا الماء وشويه ديال الملح، هذا كيتعتبر خليط متجانس. وعندنا خليط مركز، هذا الخليط المركز كنديروا فيه الماء وبزاف ديال الملحه، ولكن ما كنبقاوش نفرقوا ما بين الملحه والماء، حتى هو كيكون خليط متجانس. وعندنا ايضا خليط مشبع، هذا الخليط المشبع كنوليو نفرقوا ما بين الملحه والماء. واو برافو عليك نفنوف. اصدقائي اليوم استفدنا بزاف مع البروفيسور وحتى مع نفنوف. داكشي علاش عزيز عليا نجلس مع صديقنا البروفيسور. برافو عليك نفنوف. نفنوف غادي يكونوا معنا الونادير سالو حصه الرياضه. يلا نجيبوا الاصدقاء ديالنا. يلا نفنوف. ثلاثة جوج واحد هما. منال نادير بنتو ليا ناشطين وفرحانين بزاف، اكيد دوزتو حصه رياضيه زوينه مع علي. دازت زوينه اصدقائي. كما كيقول لنا صديقنا علي دائما، العقل السليم في الجسم السليم. داكشي علاش اصدقائي ما تنساوش تعاودوا هاد الحركات في المنازل ديالكم. شكرا بزاف علي، تلقاو معك الحلقه الجايه مع حركات رياضيه جديده. زينب دابا وصلت فقره المهن. اصدقائي اجيو نشوفوا المهنه اللي جايب لنا سلوى اليوم. سلوى سلام اصدقائي. سلوى شنو المهنه اللي غادي نكتشفوا معك اليوم؟ اليوم جينا لشركه مختصه في صناعه الادويه باش نكتشفوا مهنه ديال الكيميائي. يلا نبداو المغامره ديالنا. سلام فدوى. صباح النور. صباح الخير، جيت عندك انا واصدقائي اليوم باش نتعرفوا معك على المهنه ديال الكيميائي. مرحبا بكم، انا سميتي فدوى. وانت؟ غيتا. غيتا. انا سميتي رانيا. رانيا متشرفين. سلوى متشرفين. مرحبا بكم عندنا، تفضلوا معايا. قبل ما ندخلوا للابوغاتوار دو كاليتي ولا بودا غادي خصنا نلبسوا لي تابلي و لي شوز بي باش كنحميو نفسنا وكنحميو البلاصه اللي غادي ندخلوا لها. وانت فدوى ما غاديش تلبسي في حالنا؟ الوغ انا ما غاديش ندخل معاكم لابو كاليتي، غادي نخليكم مع السي بوشيفون باش غادي تدخلوا تشوفوا شيميست وتعرفوا على لو ميتي ديال الشيميست، ونتلاقاو من بعد لتحت. عندي لكم واحد لا بيتيت سوربريز. جادور لي سوربريز. هلا توت الوغ. سلام لطيفة. سلام صافا. الحمد لله صيفطتنا عندك فدوى باش نتعرفوا معك اكثر على المهنه ديال الكيميائي. متشرفين. قدمي لنا راسك لطيفة. انا لطيفة لطفي اناليست برودوي فيمي. الا بغينا نوليو بحالك شنو خاصنا نقراو؟ لي سيونس اون جينيرال، وفاش تشدي البكالوريا ان شاء الله غادي تختاري السبيسياليتي اللي بغيتي، وبيان لا شيمي وبيان البيولوجي. دونك خاصكم تقراو مزيان. انت راني عندك شي سؤال؟ عندي. واش نقدروا نجربوا لا شيمي سيل بوبلي؟ تقدري تجربي. انا عندي هاد لا سوليسيون مركزه، ياك يعني محلول مركز. انا غنقوم بالتخفيف ديالو، كان غناخذ هنا دابا جوج ايميل، غنهز لا بواغي هادي وغادي نحاول نجيب هاد الشيء. وهذا حس هذا الخط هذا هو لو تري، يعني حيت هذا دوزاج فهمتي، يعني ما نفوتوش وما نديرش قل منه. ما نديرش قل منه، ونجيب لافيول، نجيب لافيول هكا ونهبطو دوسمون باش ما يتهرقش ليا كله، باش ما يهبطش كامل حتى التخي اللي عندي تما، ياك حتى لواحد التخي لتحت. وغادي نحط هكا ونكمبليتي، غنكمل هذا اللي طالبين منه السولفون دانجيكسون هو الماء. كديروا ماء عادي ولا اي ماء؟ او بيوريفي صافي، غنكمبليتي حتى التخي ما ديباسيش التخي. تقدروا ديروا هذه العمليه انتوما بحالي كيف ما درت انا. ماكدين؟ صافي انا غنشوف. دابا شنو غنديروا على طيفه بهادو اللي عاودتنا؟ دابا هاد المحلول النهائي هاد لا سوليسيون الاخره ديالنا غنديروها في ليفيال، غنديوها السي المعطي باش تاناليزا في لاباغاي. شكرا بزاف على طيفه. ماشي مشكل مرحبا بك. الله يبارك فيك. سي المعدة صيفطتنا عندك لطيفة باش يجيبوا لك رانيا وغيتا العينات اللي صايبوها عندنا. دونك مرحبا، غنشوف. عطيو ليه. هلا
الثانيه. دونك عرفتوا هادو شنو غنديروا بهم؟ لا. دونك غنشوفوا هاد لو برودوي لي بريباريتو نتوما ولطيفه واش مزيان سافو دير واش كونفورم ياك. دونك كيفاش غنبداو نتعاملوا؟ هادي ستون شين اش بي ال سي. دونك كيفاش غادي نخدموا؟ دونك هادوك هما لي سيبور فين غنحطوا هادو. كل وحده عندها بلاصه عندها البلاصه ديالها فهمتها تجي تنحط العينات ديالي. دونك هذا مثلا هنا وهذا في حدا. هادو هما لي بوزيسيون اللي عندي هنايا. سدو سدي معايا سدي هذيك فوالا. دونك سدينا. دونك تنجيو نشوفو هنايا. ودابا السلم عطي شحال الوقت باش غادي يخرجوا؟ سا بخون ان بو دو طون يعني تاخذ شويه واحد الوقت. دونك حنا نخليوك تتصيفط لنا لي ريزولتا مفتوح. نمشيو. شكرا بزاف السلم عطي. مرحبا بكم. يلا نمشيو. تهلاو في راسكم. شكرا لكم. بغيت تشرح ليا؟ يلا يلا نمشيو. سلام جدوى. سلام. احنا جينا نقولوا لكم بالسلامه قبل ما نمشيو. شكرا بزاف على الزياره ديالكم، نتمنى تكون عجبتكم. حضرت لكم دي بيتي كادو تجيو معكم قبل ما تمشيو. شكرا. شكرا بزاف نتا. شكرا. مرحبا بكم اصدقائي، كنتمنى تكون عجبتكم الحلقه ديال اليوم. نتلاقاو في الحلقه الجايه باش نكتشفوا مهنه جديده ونعيشوا مغامره جميله. باي باي سلوى. سلوى شكرا بزاف على هذه المهنه اللي جبتي لينا اليوم. اكيد حتى نتوما اصدقائي عجبتكم بزاف. تلاقاو مع سلوى الحلقه الجايه مع مهنه جديده. نفنوف دابا وصلنا الفقره اللي كتحماق عليها اصحاب نفنوف. اصحاب نفنوف اصدقائي، اجيو تكتشفوا معايا اول فيديو اللي صيفطات لي الصديقه ديالي. سلام، انا عزيز عليا برنامج زينب ونفنوف ومنال. اوه شكرا بزاف الصديقه ديالي على هذا الفيديو الزويون اللي صيفطتي لي اليوم. شكرا صديقتي، وبقاي دائما متبعانا. ودابا اصدقائي من مدينة مراكش جاني واحد فيديو زويون مع صديقتي فرح وإيناس. السلام عليكم، أنا اسمي فرح وهذه إيناس من مدينة مراكش. أنا عزيز عليا هذا البرنامج بزاف 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 وديما كنتابعو، وكأنا كدابا كنحيي الأصدقاء ديالي منال ونادين وصديقي نفنوف وزين. شكرا فرح. شكرا فرح على هذا الفيديو الزويون اللي صيفطتي لي أنتي وإيناس، وبقاي دائما متبعانا. شكرا لكم بزاف اصدقائي على هاد لي فيديو اللي كيفرحونا بزاف. ولا نتوما بغيتوا تشاركوا معنا، صوروا لي فيديو ديالكم وبعثوهم على الرقم اسفل الشاشه. ودابا اصدقائي وصلنا لاخر فقره من البرنامج ديالنا اللي هي الحكايات. حكايات حكايات. شنو القصة اللي جايبة لينا اليوم؟ القصة ديال اليوم نادر وأصدقائي سميتها يوسف العالم الصغير. كان يا ما كان في قديم الزمان واحد الوليد أنا فنوف سميتو يوسف، وفاق في أول أيام العطلة الصيفية متحمس بزاف. مشى فطر أصدقائي ولكن ما شربش كاس ديال الحليب، ومشى كيجري باش ياخد لالوب ديالو حيت أصدقائي يوسف كيحماق على عالم الحشرات والنباتات. ومشى الحديقة باش يكتشفهم ويبقى يشوف الحركات ديالهم، ويلقى واحد الكوكسينالة نفنوف وبقى غادي غادي تابعها وهو يتعكل نادر، وطاح وتجرح وبقى كيبكي. ومشى عند الأب ديالو، هو يقول ليها أصدقائي الأب ديالو ما تخافش، خاصنا غير نطفو هاد الجرح بلا الكول والماء حيت الجراثيم الشريرة تقدر تدخل الجسم ديالك وتسبب لك في أمراض. كاين كينزف 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 بزاف أصدقائي. واحد شويه هو ينقص النزيف، ويوسف انا فنوف تكي بزاف وكيسول بزاف ديال الاسئله. هو يسول الاب ديالو كيفاش وقف النزيف، هو يشرح ليه اصدقائي وقال ليه فاش طحتي يوسف عندك واحد الشعيره الدمويه تفتحات بحال الاوعيه الدمويه ديال يدينا. وشرح ليه انا فنوف ان الدم ديالنا كيتكون واحد السائل داير بحال الماء اللي سميتو البلازما، واحد الجزيئات صغيره بيضاء وحمراء، وهاد الحمراء هي اللي كتعطينا اللون ديال الدم ديالنا. ومن الكريات البيضاء انادير شافوا الجرح وداخلين منه جراثيم شريره، مشاو وحاربوها وقتلوها كلها انا فنوف. وشا فريق اخر انا فنوف اللي عندنا في الدم ديالنا اللي سميتو صفائح الدمويه، وتشبت بعضها ببعض باش يسدوا ليوسف الجرح.
وهكذا أنا فنوف يوسف فهم وشكر الأب ديالو بزاف حيت ساعدو وحيت جاوبو على كاع الأسئلة ديالو ومشى كيجري عند أخته باش يشرح ليها كاع هادشي اللي فهم. ودازت أيام أصدقائي ويوسف لاحظ أن الجرح مشى بحال حتى شي حاجة ما وقعات. هادشي كامل كيوقع في جسم إنسان وحنا ما فخبرناش. شفتي أنا فنوف وأجي نكمل لكم القصة. وواحد النهار فاق الصباح ومشى يفطر وعاوتاني ما بغاش يشرب الحليب ديالو ويجي عنده أنا فنوف الأب ديالو قال ليه إلا بغيتي تكون بصحة جيدة والعظام ديالك قوية خاصك تشرب الحليب. هو يفكر أصدقائي وتفكر هذيك الطيحة اللي طاح وقال له بابا عندك الحق هو يشرب الحليب ووعد راسه والأب ديالو أنه غيبقى دايما يفطر ويشرب الحليب باش يكون أشهر عالم نباتات وحشرات في العالم. وهكذا أصدقائي سالت القصة ديالنا. عجبتكم؟ عجبتنا وفيها بزاف ديال المعلومات اللي ما كناش عارفينهم. انا فنوف واكيد حتى نتوما اصدقائي غادي تكونوا استفدتوا من هذه القصه. وهكذا وصلنا لنهايه الحلقه ديالنا. كنتمنوا تكونوا استمتعتوا معنا. تلقاو معكم الحلقه الجايه مع مغامره جديده. سلامه اصدقائي.